من داخل المجلس عمار غسان. أهلا بك معنا عمار، يعني ما الجديد حول جلسة البرلمان اليوم، وخاصة أن جدول أعمالها يتضمن العديد من القوانين الجدلية؟ تفضل. نعم حسن، يعني كما تحدث أنه مواضيع جدلية كثيرة في جدول أعمال اليوم، ومن المعتاد على هذه الجلسة أن تؤجل دائما. طبعا هذه للمرة الثالثة بعض من المواضيع تؤجل، لكن كجدول رسمي موجود حاليا في جدول الأعمال تم تأجيله من أول أمس إلى اليوم، وحتى الآن الخلافات قائمة على أول فقرة من فقرات الجدول، ألا وهي التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة. هذا القانون الذي يعاني من الإشكال حتى اللحظة، لم يتوصلوا إلى اتفاق، على عكس التصويتات الأخرى على مقترح قانون الأحوال الشخصية وعلى مقترح قانون التعديل الثاني للعفو العام. هناك اتفاقات، يعني كما تحدث النواب، إن مرر أول قانون اليوم سيتم تمرير والتصويت على القوانين الأخرى، وأيضا التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وأيضا استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية الذي تأجل ما يقارب 6 مرات حتى هذه اللحظة، من جدول إلى جدول ومن جلسة إلى أخرى، ولم يقرأ حتى هذه اللحظة، أو قرأ لكنه لم تكتمل جلسة القراءة، يحتاج إلى استكمال لقراءة أولى. على صعيد الاتفاقات على جلسة اليوم، ربما هنالك اتفاق حتى هذه اللحظة على التصويت على جميع القوانين عدا الفقرة الأولى، عليها بعض الخلافات. الآن النواب في اجتماعات في اللجان لحل هذه المشكلة، أيضا يوم أمس كان هنالك اجتماع، وأيضا بخصوص موضوع الانتخاب رئيس مجلس النواب حتى هذه اللحظة، طبعا كان يوم أمس بيان للإطار التنسيقي، أو أول أمس كان هنالك بيان لاتفاق على تمرير جلسة رئيس البرلمان يوم الخميس القادم باختيار إحدى الشخصيتين لرئاسة البرلمان، لكن قبل قليل كما تحدث لنا أحد النواب أن هنالك اختلاف حصل في داخل الإطار التنسيقي على هذه الجلسة، ربما لم تعقد، لا يوجد شيء رسمي حتى هذه اللحظة. القوانين جدلية، وحتى رئاسة البرلمان اختلافات مستمرة، وحتى التوافقات إن كانت موجودة لكنها عندما تصل إلى ساعات من الجلسة تكون مختلفة، أو ينسحب البعض من هذا الاتفاق فيحصل خلل في تأجيل الجلسة أو في تأجيل القوانين، كما حصل في الجلسة السابقة تم تأجيل جميع القوانين التي تحتاج إلى تصويت وهي القوانين الجدلية. اليوم سيتم عقد الجلسة، أو في حال عقدت الجلسة حتى اللحظة لم تعقد، أجرت نصف ساعة، كان من المفترض أن تعقد في الساعة الواحدة لكنها أجرت نصف ساعة ايضا المداوله والمشاوره بخصوص يعني المواضيع الجدليه خاصه، يعني كما يعني زميل عمار، ماذا تعتقد؟ هل تعتقد ان الجلسه لربما لن تتحقق اليوم؟ وما هو النصاب الان وانت تتواجد في مجلس النواب، هل هو متكامل؟ حقيقة النصاب متكامل، النواب يعني جميعهم ربما أو أغلبهم، يعني النصف زائد واحد موجودين داخل البرلمان لكن لم يدخلوا الجلسة حتى هذه اللحظة. أما التكهن في إذا كان هنالك انعقاد للجلسة أم لا، الموضوع حتى النواب لا يعلمون ماذا سيحصل. هناك مواضيع ثقيلة، طرح هكذا مواضيع ومشاريع للقوانين في جدول أعمال ويعقبه بعد يومين انتخاب لرئيس البرلمان، ولا توجد توافقات كافية من كبار الكتل السياسية وحتى من داخل المكونات ذاتها. هناك انقسامات في المكون الكردي والمكون السني والمكون الشيعي. هذا الموضوع مع طرح هكذا مواضيع، طبعا فسرنا من قبل بعض النواب أيضا أنه لا يمكن ولا يستطيعون أن يحققوا أغلبية وتوافق في التصويت على القوانين. حتى جلسة اليوم حقيقة تحدث لنا السيد معين كاظمي قبل يوم بأنه حتى في حال وضع جدول أعمال ووضع التصويت على القوانين في هذا اليوم وفي هذه الجلسة لا يمكن تحقيق النصاب، ولا يمكن حتى إذا تحقق النصاب لا يمكن التصويت على جميع القوانين. طيب هذا ما يخص القوانين الجدلية، لكن يوم الخميس هل تعتقد أن ستكون هناك جلسة لانتخاب رئيس البرلمان؟ يعني قبل دقائق من التغطية هذه وأن أكون متواجد في المركز الإعلامي، كانت لي جولة في اللجان النيابية يتحدثون عن انقسامات في هذا اليوم، وهناك اختلاف عن يوم أمس. يوم أمس كان الاتفاق قائم على تمرير الجلسة واختيار أحد الشخصيتين، كان حتى السيد محمود المشهداني مرشح لإطار تنسيقي متفق عليه من أغلب الإطار التنسيقي، لكن الآن وفي هذه الدقائق وفي هذه اللحظات هنالك اختلافات وهنالك انقسامات، وفي ذات الوقت هناك اجتماعات، ربما هذه الاجتماعات
ستتمخض بنتيجة إيجابية لتمرير الجلسة. يعني لا نعلم حتى اللحظة ولا يوجد جدول أعمال رسمي من الدائرة الإعلامية بخصوص جلسة يوم الخميس، هو حديث فقط من الإطار التنسيقي وحديث من كبار الكتل السياسية. المكون السني حتى اللحظة يعني بذات الموقف هو مقاطع للجلسة، وأيضا المكون الكردي ينتظر تمرير القانون الأول في جدول أعمال اليوم، ومن بعد تمرير القانون يتم الاتفاق على تمرير جلسة رئاسة المجلس. من بعد الجلسة في هذا اليوم سيتضح وستتضح الصورة أكثر في حال إن كان هنالك يوم الخميس جلسة أم لا. نعم زميلي عمار غسان من مجلس النواب كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.